دعاء وتوسل إلى الله. يا رب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، في ليلة من الليالي الوترية ندعوك ونتوسل إليك. يا رب قد تكون الليلة ليلة قدر، اللهم إن كانت الليلة ليلة قدر فأجب دعائنا واغفر لنا وارض عنا واعتقنا وسامحنا واكتبنا من أهل الجنة. ندعوك للشباب والبنات في بلدنا، يا رب أرنا آية في هداية الشباب والبنات، أرنا آية في هدايتك في رمضان للشباب والبنات واستقامتهم ونجاحهم. يا رب افتح على شبابنا وبناتنا العام القادم فتحا عظيما، نجحهم نجحهم، افتح عليهم، ارزق بناتنا أزواج صالحين يسعدوهم، وارزق شبابنا زوجات صالحات يسعدوهم. انصرنا، استخدمنا، اجعل نهضة الأمة على أيدينا، أصلح بنا الأرض، اجمع شملنا، وسع أرزقنا، اهدنا، ثبتنا. يا رب استجب في هذه الليلة. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.